فيلم إشاعة حب كان مكتوب أصلا لإسماعيل ياسين، كان هيعمل دور حسين اللي عمله عمر الشريف. كان المفروض يبقى فيلم بأبطال تانيين خالص، حاجة كده ابن حميدو ستايل، بس إسماعيل ياسين كان في عزه وكان مشغول جدا، ففطين عبد الوهاب قرر حاجة تانية خالص. فطين كان في ذهنه من قبلها إنه عايز يعمل فيلم كوميدي بممثلين اشتهروا بأدوار تراجيدية، وتراجيدية من النوع العميق اللي هم أبعد ما يكونوا عن الكوميديا. فلما إسماعيل ياسين انشغل قال لك نشتغل المشروع ده. عمر الشريف ويوسف وهبي أبرز الفنانين دول، لكن كمان اختار في دور بنت سلطح بابا إحسان شريف.